التقرير مع زميل أشرف عباس. إليك أشرف، وهذه تحياتي خالد النوبي، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، نحييكم من مدينة أسوان الجديدة ونتابع معكم سير الانتخابات الرئاسية النهاردة في لجنة المغتربين مدرسة أسوان المتميزة. معنا مجموعة من المواطنين من محافظات شتى جاءوا النهاردة عشان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات. برحب بك يا عمر. أهلا بيك. عبد الله شجر، تل حوين، مركز زازين، محافظة الشرقية. أهمية إن احنا ندي بصوتنا في هذه الانتخابات، انتخابات مختلفة عن انتخابات سابقة، وشايف المواطنين ما شاء الله في إقبال كبير من جانب المواطنين ومن جانب الطلبة والطالبات والجامعات إن هم ندي بصوتهم. وما زالت مصر تحطي للدنيا كلها دروس، وخصوصا وإن المرحلة ديت مرحلة عصيبة بتمر بها البلاد والمنطقة الشرق الأوسط بالذات. إن شاء الله. عندك في أسوان؟ لا، ولا زيارة؟ أنا زيارة. حسن حظك في الانتخابات. والحمد لله، وكنت حريص، ولكن امبارح أنا كنت بمر بوحكة صحية، ولكن حريص لأني لازم أتواجد. وكمان بدعي وبعمل محاضرات لكيفية المشاركة. بالتوفيق. إن شاء الله. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تعرف بحضرتك النهاردة عن هذه الانتخابات، وحضرتك برضو لسه مصوت، نتعرف على حضرتك. أنا دكتور عبد الحميد فايد من الشرقية، ومدير إحدى المشروعات في مدينة أسوان الجديدة اللي هي مساهمة في خطة التنمية في جنوب الوادي، والهدف الاستراتيجي للامتداد الافريقي والعمق الافريقي اللي هو ان هو يعني تاخر كثيرا، بس الحمد لله تم الانتباه لي من القياده السياسيه ورئيس السيسي ورئيس الوزراء، وكل المسؤولين كانوا عندهم حرص ان يعمق البعد الاستراتيجي المصري وعلاقتنا بافريقيا، لان هي ديت لازم نيجي بها قبل ما هي تيجي بينا. يعني دكتور، كلمنا عن حرصك على الادلاء بصوتك في هذه الانتخابات في لجنه المغتربين باسوان الجديد. هو حسيتك هي مش مجرد ان انا ادلي بصوتي، لكن انا جيت عشان اعلن وكل جموع الشعب للدنيا كلها ان مصر بلد خلف زعيمها، خلف القيادة السياسية، بندرك تماما ايه هي المخاطر والتحديات والصعوبات والمخططات اللي هي بقى كانت مستترة، اصبح الان من الفجر والفجور ان هم يعلنوها على الملأ، واستهداف الوطن اغلى شيء في الوجود، الوطن. فخلاص الوضع ما كانش فيه اسرار، اعلنت صراحة بان مصر مستهدفة. مش مشكلة عندها شوية مشاكل اقتصادية ولا المشاكل دي في الدنيا كلها، احنا مش هنموت احنا صامدين، واحنا بنمتد الحضارة 7000 سنة، فلما تأثر بشوية مشاكل اقتصادية ولا حاجة خالص، لكن يبقى الوطن ويبقى الرئيس ويبقى الشعب ويبقى الجيش وتبقى الشرطة وتبقى أمتنا في لحمتنا. مصر عمق تاريخ كبير جدا. الدكتور جمال حمدان من 67 قال مصر اليوم إما القوة إما الموت، فإذا لم تصبح مصر قوة عظمى وتسود المنطقة فسوف يتداعى عليها الجميع كالقصعة، الأشقاء بدل والغرباء الأقربون الأبعدون، فإذا لم تصبح مصر قوة عظمى إما القوة إما الموت. أعزائي المشاهدين، طبعا دي كانت لقاءنا من داخل لجنة المغتربين بمدينة أسوان الجديدة. تابعنا معكم سير الانتخابات الرئاسية. كان معكم من مدينة أسوان الجديدة أشرف عباس، أحمد جابر، لقناة طيبة.